أهلا أهلا بكيكة عصاري جديدة، كيكة البرتقال مع الشوكلت. تعالوا مع بعض نبدأ. أول خطوة وكالعادة راح نبدأ بخفق الزيت مع السكر، وبالنسبة للمقادير راح أكتبها لكم. راح نخفقها ونرجع للخطوة اللي بعدها. عندي هنا 4 حبات بيض راح أضيفها بالتدريج، يعني بيضة بيضة، وأشغل العجانة لحد ما تختفي، وبعدين البيضة اللي بعدها. سكر العجانة عشان تسمعون. راح أبدأ أضيف كاس حليب، ويكون بدرجة حرارة المطبخ. أضيفه على دفعتين وأحرك. عندي هنا بشر برتقالة راح أضيفه، وأبدأ عاد بعدها بإضافة الدقيق اللي راح أضيفه الآن. عندي هنا الدقيق، وعندي هنا الفانيلا والبيكنج باودر والبيكنج صودا، كلها راح اضيفها على الدقيق، وابدا باضافتها على الخليط حقي. بالتبادل مع الدقيق راح اضيف عندي هنا نص كاس تقريبا اي شوكليت خام موجود عندك. اضيف نص الكميه واكمل دقيق، وبعدين اكمل. يكون مسبق التشغيل راح نحطها بالرف السفلي، تقريبا تاخذ ما بين 35 الى 40 دقيقة. ما تخلي العوايد تصح. غفى الدنيا وبلاها، يخون العهود اللي عطاها، وروح وهو يضحك علي يقول لي ها ها ها.